الصدر كنت انتظر نتائج جيدة، لكن للأسف مشوا فريق نجمة تشلف. سيدة وإعطاء الإجابة، ما إذا كانت مهمة الهدنة والتأثير على السياسيين والمسلحين التي يقوم بها رئيس الحكومة قد تؤتي ثمارها أم إنها أمام انتكاسة جديدة؟ إلى الكرة الطائرة وعبد القادر، كنت أنتظر نتائج جيدة لكن للأسف مشوا فريق نجمة تشلف. سيداتي وإعطاء الإجابة، ما إذا كانت مهمة الهدنة والتأثير على السياسيين والمسلحين التي يقوم بها رئيس الحكومة قد تؤتي ثمارها أم إنها أمام انتكاسة جديدة؟ تحية.